النهارده بنتكلم الحقيقه في تعبيرات انجليزيه انا عرفت اجمعها وممكن ما تجيش في بال ناس وممكن ان هي تسبب بعض اللخبطه. هما ثلاث الفاظ، في اتيتيود والتيتيود واللاتيتيود. طيب لو جينا احنا هنا نتكلم على واحده واحده منهم، هنقول ملخص ليهم ونقول بالتفصيل واحده منهم النهارده. يعني مثلا الاتيتيود، الحقيقه انه ده بيعبر عن كيف تشعر، ماذا تقول، سلوك، اتجاه، توجه، شعور، موقفك تجاه شيء ما، والطريقه اللي بتفكر بيها وتشعر بيها تجاهه، خاصه عندما يظهر ذلك والطريقه اللي تصرف بيها. ممكن بقى يقول له واحد كده انت الاتيتيود بتاعك مش حلو، الميل بتاعك او الاتجاه بتاعك او الشعور بتاعك مش حلو، واحنا هنقول تفصيل عن معنى الاتيتيود بعد كده. في حاجه تانية اسمها التيتيود، وهو ارتفاع. بنلاقي في الطياره ممكن يقول ارتفاعنا عن سطح البحر او عن سطح الارض مثلا كذا، وبنلاقي مكتوب في الحته اللي هي بيبقى فيها زي شريط كده مكتوب التيتيود، يبقى ده بيبقى ارتفاع، والحقيقة بيبقى ارتفاع عمودي عن سطح البحر او سطح الارض على حسب القياس في الوقت ده. الحقيقة التعريف اللي هو اكثر صعوبة شوية اللي هنقوله بالتفصيل النهاردة اللي هو اللاتيتيود. طيب ايه هو بقى السيمبل ديفينيشن بتاع اللاتيتيود؟ وفي ضمن التعريف اللي احنا هنقوله الاكويتور، والاكويتور هو خط الاستواء، كلنا خدناه في الجغرافيا. What is the simple definition for latitude? Latitude measures the distance north, يعني شمال، or south اللي هو جنوب، the equator اللي هو خط الاستواء. Latitude lines start at the equator، يعني عند الاكويتور بيبقى 0 degree latitude، and run east and west، يعني هو بيمر بطرق دائرية موازية للإكويتور أو خط الاستواء. lines أو خطوط اللاتيتيود are measured degrees north or south the equator، يعني بتتقاس بدرجات شمال أو جنوب خط الاستواء، بتبقى 90 درجة at the north or south the poles، بمعنى إن بتحدد كل نقطة على سطح الأرض بزاويتين بيعبر عنها بالدرجات. خط العرض او اللاتيتيود هي دوائر وهميه متوازيه بيبلغ عددها 180 خط، 90 شمال خط الاستواء و90 جنوب خط الاستواء، وبتبقى زيرو عند خط الاستواء و90 درجه عند القطبين. لها تعريف تاني، خط العرض او دائره العرض على الارض هي دائره وهميه شرق غرب، يعني بتبقى دوائر ماشيه شرق غرب وتربط جميع المواقع التي على سطح الأرض والواقع على نفس العرض. تقسيمات الأرض، خطوط الطول، بنقول هنا بقى بالمرة خطوط الطول هي الخطوط اللي تمتد من القطب الشمالي للجنوبي وتكون متساوية الطول، ودوائر موازية لخط الاستواء هي دوائر العرض عددها 90 درجة شمالا و90 درجة جنوبا. يعني هنا ده تفسير للجزئية اللي فاتت، واحنا بنقولها كمان مرة انه العرض هو او خط العرض هو احداثي بيحدد موقع نقطة على سطح الارض شمالا او جنوبا. بتعبير اخر العرض هو قياس زاوية بين المكان ومستوى خط الاستواء اللي هو الاكويتور، بتتراوح قيمته من 90 درجة عند القطب الجنوبي ل 90 درجة عند القطب الشمالي وزيرو عند خط الاستواء. هنا في حتة بقى بيضيفها بيقول لك تعادل كل درجة 111 كيلومتر على سطح الأرض. مع السلامة.